صباح النور سيدي محمد. صباح النور السيد شعيب. صباحتي يا خويا مزيان. والله الا صباح زازو. جيت كنجري اخويا مع الفجر باش نصوروا هاد اللوان. كيبان لي واقع على حلم تي في. وهاد اللوان انا تما نعاود لكش اخويا داكشي اللي حلمته بالليل انا راه طبقته دابا اخويا شعيب. شوفي هاني شوفي تا شوف هات شوف شوف انا ماشي شوره متوكك بشي تخيلي شوف ها هو الغوص ها هو الغوص وحي يوحى. اللي بغيت نقول لكم الدريات السلام عليكم صباح الخير. نتمنوا تكونوا صبحتوا زوينين ناشطين فرحانين ومع الدلوينات اللي جاب لكم اسمح من عاوتاني دي سوس دي دو بياس وجاب لكم عاوتاني فكره جديده الكريب دو سوا دو فاس يعني عنده جوج لوجوه تقدري تخيطي هذا اللوجه هذا على بغيتي ديري لون في لون وتقدري ديري الديكراد يعني الداخل ديالو. والسؤال اللي بغيت نقول لك سيدي محمد هو الثمن ديالو شنو غادي دير؟ الثمن ديالو سي بشيب 400 درهم اجيكم. شد الهوته مع الصباح باش هاوته فوق هاوته هذه السي بشيب كما قلت سي بشيب انا غنسرح ليهم غير واحد وهو هادشي اللي غنقولوا عليه هذا راه غينطبق على الكوبونات الاخرين كاملين. متفق معاك؟ متفق معاك اخويا. انت دير راسك بلاصه الكليان اخويا بشعيب اي حاجه تبان لك باش هي هذيك غادي تقولها اليوم وسينو غادي تسولني انا بين ما خليت ليا من نقول حيت التوبه اسمح محمد هو اللي كيهضر الكري كيمشي مع الغوز واللي ما بغاش الكري يعني كان ما بغاش ديرو راه كدير الداخل ديالو عاوتاني بحال اللي كنديرو دير اللون في اللون. ولا بغات تلبس عاوتاني كريب بوحديتو راه نخدموا له حنا حنا كنخيطوا تقدر عاوتاني دير كريب بوحديتو جلابه. والكريب هذا اللي درنا دابا راه ديال دوفاس ولي كنا دايرين ليه 200 درهم وها تسمح محمد راه فاجئني بهذا الثمن صراحه كنت متوقع منه اكثر حيت السوس ديال لاريباج الاخر اخر ما كاين في السوس ديال عاوتاني ماشي داك الثوب اللي كنكرر وزيد فيه لاصو على الاخر اللي كان. السي بشعيب غير هو باقى واحد الفكره هنا واحده اخرى الا بغيتي ديري هذا الكري هذا هنايا حتى هو غادي يجي زوين. قلت لك انا وحده اخويا انا ما بغيتش نغامر كاع بغيت ندير طون سيغ طون راه غادي هذا الكريب هذا هو نيت غادي نقلبوا ليه اخويا بشعيب. ها انت اخو شرفنا معكم ابدا بشعيب بقيناش قادرين نهضروا كاع. شوف خايبنا الميشو يشيد مع الحباب ماشي مشكل الرباح هذاك. ها انت اخو سير الله الله ينورك. بالنسبه للناس اللي ما خداوش في هذاك الكريب دوفاس الاولاني بشعيب راه حيت يلاه دخل ودخل عاوتاني في كميه غير قليله يعني الناس ما بقاش تقلق علينا بزاف. حنا راه عاذرين لكم نتوما كتيقوا بروميسا وكلشي باغي يشري من عند روميسا ولكن حنا راه الله غالب. ها هو خويا بشعيب ونزيدك واحد اللعيبه اخرى عاوتاني اختي هو نيت هذا يعني راه قلبت غير الكريب هادشي كامل اللي قلتو على هاد الكوبو هذا بشعيب غادي نطبق على الكوبونات كاملين غنبدا غير نوريك انا باش الفيديو ما يجيش طويل عمومي. اسمح لي اسمح بقى لي واحد الكلمه عاده نكملوا عاد حيد الله يرحم لك الوالدين. بالنسبه للكريب دو فاس الدريات مع السوس ديال تقدر ديري عاوتاني جلابه في قلب جلابه النهار اللي كتبغي تلبسي دو بياس كيبقى الحضور راه ممكن واحد النهار ما عجبكش الحال كتحيدي السوس ديال عاوتاني وكتلبسي الكريب بوحديتو دو فاس وبصحتك وراحتك. انا كنقول لهم السر ديال التبوكي صاصي بشعيب هي الزعامه الا ما زعمتيش ديما اختي تبقى تلبسي ديك الكري والبلو مارين والكحال الكئيبه الوالد الكئيبه خليك كئيبه اختي انا ما زعمتش خليك هذا السي بشعيب انت عاوتاني هذا اللي بغات عاوتاني طون سيغ طون ها هو ها هو حج ولا عمره ولا عروسه يا خويا بشعيب هذا راه كلشي هذا يعني لوين انيق كاين هنا خويا راه تشكيله كاين ميلونج ما بين الجرأه وما بين اللون في اللون ما بين اللوينات ادميين يعني كلشي غادي نرضيو ليه الذوق ديالو هنا يعني حنا عاوتاني جبنا السوسدي احنا كنصور لكم الدليل على ذلك احنا كنصور لكم الديبو يعني فاش ماشي في المحل ديالنا كنصور لكم في الديبو الاخر عاوتاني يلا تحط قلنا نصوروه لكم يعني كنا سباقين كيف العاده جبنا لكم عاوتاني اخر ما كاين وبثمن زوين الثمن اسمع انا بغيتي تحفظ ليا عاود قولوا لي الثمن اخويا راه هاوته 400 درهم ولكن من هنا كنقولها بلا ما تقلقوا علينا حيت بزاف ديال الكليان لا والو بغيت نشري وموتوا ليا فيه كاين لا في السوق موجود ولكن حنا كنقول لك لا بغيت نشري من عندكم انا كنثق فيكم اختي حنا راه ما يمكنش نلبسوا المغاربه كاملين غنلبسوكم عاوتاني شكل واحد اخر يعني اللي ما خداش من هذا الشكل هذا السي بشعيب يصبر معنا تنصوروا ليه شي موديل واحد اخر ان شاء الله. احنا الجديد راه يوميا نقول لك بحال كان تيبان كل نهار موديل جديد كل نهار فكره جديده راه كما كنقول لكم السي بشعيب راه معمل ديال الافكار هنا انا عاوتاني اخويا ها هو هذا اخويا بشعيب تبين لبس هذا اللون هذا اللوينه ديال الربيع لا باينه الشيء اسمع اخويا باين واضح انت اخويا نزرب ليا مخا بشعيب عرفتي انا فضلت ما دويتش بزاف على هذا الموديل اخويا بشعيب عرفتي علاش هو داوي على راسه سي محمد هو داوي على راسه كيقول لك شريني اختي خوديني غير بغيت نقول لكم شي حاجه اخرى الدراري والدريات السوس دي بالنسبه اللي بغى عبار كبير 3 متر ديال الرجال توا راه كاين عندنا راه نبيعوا الكوب بوحدو اللي بغيتي يعني 3 متر راه متوفره عندنا بحال هذا النوار هذا هو اللي فكرني فيه البلو مارين بلون كاسي يعني اللوينات راه كامل كيلبسوهم الرجال وتا الرجال دابا بشعيب راه ولاو كيزعموا صراحه ما بقاوش تما ولاو كيلبسوا الغوج الكوغاي والله صراحه باش كاينين شي لوينات الرجال ما كانوش كيقربوا لهم ولاو دابا كيقربوا لهم تا كلشي يلبس كلشي يلبس زمن المساواه الله 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 الله
صنبك راه يا سلام اسمع ثم خليت لك فين الدوخ ومشي عليك فهمتي تا والله يا سلام يا سلام هاد السيمانه هذه ان شاء الله غادي تشوفوا كاع اليوتيوب مطلب بالسوسدي المدرح والكراب المدرح تاعو وكراب مفروح مفروح السوسدي مدرح والكراب مفروح يعني ردوا البال هاد القضيه هذه حيت رميساء راه الميزان ديال السوق كيتسناو رميساء شنو غدير باش يقلبوا على اقرب حاجه ليها وينقصوا الثمن يعني انا بايع لك السوسدي اختي السوسدي 100% كوتون ماشي السوسدي ديال بلعاني حيت دابا اي حاجه ولات ترونسبارون كتبين كيقول لك راه سوسدي كذلك جوهر اي حاجه ولات مخططه كيقول لك هذه راه جوهر اتقوا الله يا عباد الله يجعل لكم مخرجا هاد السيمانه غيبان لك سوسدي كراب سوسدي كراب كنعطيو للناس فين يخدموا السي بشعيب حتى هما صراحه حتى حنا كنبغيو الخير للجميع اسمح حنا ما كنحتاجوا لا صوتي الحريفيه ديالنا كيعيطوا لنا من السوق صوروا لنا شي فيديو باش نديروا بحالكم صوروا لنا شي فيديو حتى ماشي مشكل اخويا هاد السيمانه قال لك ما لقاوش فين يخدموا صوروا لهم هذا العجب هذا حتى هما مولاي الا عندنا دابا الدراري اكبر شخصيات في العالم ديال التجاره هما ما بغاوش يتصوروا ما عزاش عليهم الشهره وصافي هما مخبين عندنا هنا ها الضو ها الي صعبه دول تي جابانا هامو البانكا كل الزاكيطا كل شيء مو الكبوط مو الكبوط مو الشكاره مو الكاسكيت هو اربع ديال الدراهم والله العالمي ما نض ليا الزغب هنا تنخدم معايا اربع سنين فابور هذا هو سير ان شاء الله كنرجع ارى لي خويا العالمي ارى لي ما باغيش نحبس دابا سخنت عرفتي نمشي تبرد انا خويا انا ما نكملش ليك الفيديو هذا الفاصل الاول هنا